يبدأ معكم برايم وعدنان والياس، واليوم جينا باش نديرو واحد تشالنج ديال الاسئله. اللي ما جاوبش غادي ياكل الهريسه، وخليكم مع التشالنج. ليتس جو، قلتي بدينا في التشالنج، وكل واحد كاتب لا ست اسئله، كل واحد ست اسئله وغيسول الاخر، وهاد الاسئله هادو اللي كيسول واحد فينا كينطبقوا على دوك الشخصين بجوج. حنا غنقيدو الفاس بدات الاول ماشي مشكله ديالنا. اوكي، السؤال هذا اليوم بجوج، شكون اللي يسالك؟ والديك موك ليبوك حامد. يا الدراري، السلام عليكم الدراري، غنبدا معاهم انا الاول، غادي نسول فيهم بجوج. السؤال هو ديالنا كيقول عمرك هذاك ولا كيحرقك؟ عادي يا صاحبي، رجاله حنايا الجينج. زائد 20 جبنا لا سبحان الله بدل الاحوال، يلا كان كيعيش ودابا كيولى كيضحك. الله يسهل، والله حتى مسطيات خوني. عندك قاصح اجيت انا سمعتنا بلا جاني سؤال كيقول عمرك حقرتي على شي واحد باش تبان واعر؟ بلا نبداو من الخصف لا جاوب انا الاول جاوبتي الاول لا تاع انا ما سؤال جاني جاني شنو عمرت نادم معاك الحال فاش تشري شي حوايج ماشي شي لعيبه وما عجباتكش؟ دين كثرت بزاف فوقات لي اخر مره حيت بديت ما سميتهاش. خامسا الدراري، كيفاش كتشوفوا هذوك العماق داك السيد تيب ياك تراه عندنا هنايا صديق كذا بوك تقاشر شعر ماري خوانا كل ما عندهمش درهم في جيبهم ودايرين ديك المشكل تيقول لهم كنت تاكل ديك الملفات اذا خصك بلا ديال الملفات هذا عمي قيدو تقاشر فيهم على من الزوطيه اكسنتيشن واش ترجع للطواليط باش تفلا ولا تسرع؟ سد العمق لا لا سير قاصح كيدو على العميقين سير الصح نفلا من الشر لا شي تنوض ضياف تنوض لا ما يمكنش جيك زنطيح ما رجع شي زنطحتش بديش نوض للطواليط نتفلا ورجع حيت انت خلصت من الطواليط وتعاود تدخل عاوتاني عادي كي دار شي حاجه عادي جاوب جاوب انا غنصبر غادي نسرق من الاخر ولكن شرا مسي من بعد الضياف مفهم وقع يشرب الماء عسل عسل. It was at this moment that he knew he fucked up. سهل الدراري كيف ما كتشوفوا الدراري احنا سالينا الاسئله ديالنا كلا معنا ابراهيم هريسه دابا غادي ندوزو الاسئله تاع ابراهيم. حتى قصح هنا حتى بحال كتكتب برجلي انا تنكتب برجلي ديال صبعي الصغير Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No. So, hello, it's good as a mockle, but as a watcher. Sarah.
الوالدة يودسين وعارف انه عبيط والحكومة عارف انه عبيط يعني مكتوب في الباسبور عبيط وفسدت الدم قديته ليس كتشم انا حزيك تعجب في المغرب صرف في العائلة شيري في في الوالد حامل زوين سؤال الثالث عملك ندمت حيت زاديتي في عائلة فقير لا بخير عايش مرتاح في صندوق وش والك انا الصاب من كره زعما مثل العائلة على راسي بخير سير زعما سير واو ورك ورقات مشي العائلة بالراي سوس كربي وزيد تسول كيعيشو حسن منك سوس سؤال الرابع شنو الرابع؟ الرابع السؤال الرابع شكون الشخص اللي ما كتحملش فاز جوج زيرو فاز ما كيبارك الا شي واحد ما كتحملوش ما عجبش عليك كاع كنحملوش انا بعدا ما كنحملش واحد السيد معايا حدايا شي واحد ما كتبغيش تشوف لي انت فوجه شوف لي انت فوجه البوليسي ما كنحملش واحد الدري ساكن اون فاس معانا ويا الصح عرفتو عزيز اليوم ما كنحملوش في نفس الوقت كمل كمل هذا شي فعين مشيت عليا كمل كاينه ولا ما كايناش كمل كاينه ولا كايناش كمل قال كاينه باش تتفرج شي فيديو راه كايناش اخويا انت اللي كتشوف قال كاينه قال اون فاس انا عارف واحد اون فاس صح هو انا عزيز عليا اكزاكت مو لقيتو حدا دارك اوكي سير الصح سؤال الخامس واش فايت لك عيلتي شي واحد من والديك؟ لا لا صافي متدخلش كلام السنقة السنقة والدار لا زعما شي حاجة غلطات لك تعصبتي على غفلة وبديتي كتعيط لا والو انت ملي كتكون بوحدكم ولا لا بحال هكا في البيت بوحدكم زعما في البيت تبداو تعايروا فاهم زعما واخا ما يسمعكمش لا تخسر هضره في الدار زعما انا خويا باش نخسر هضره لا عادي والديك حيت دار لك شي حاجه وانت بغيتي تعلم اون فاس لا 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 استغفر الله استغفر الله ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى قلبك عامر بالايمان لا اله الا الله وحسب الله ونعم الوكيل ابو لاب يا ما كتصر فايت شفرتي شي حاجه وما عمركم ندمتوا عليها شي حاجه شفرتوها وما ندمتوش عليها ويا هسه هادشي عرفتي نهضر من هاديك ديك المطبعة شحال الفلوس عرفتي صاحبي شحال شفرنا ماني ماني مني تكسر شحال حنا ورقة وما كنا ريح ريح شفرنا شي حاجة وما تهدمش معنا الحال لا شي حد ولا مش نشفر شفر الله على اخلاقك يا عدنان الله على اخلاقك يا ابو مكة شفر شي كورة انت انا لا ما كنتش فاشا ولا اخلا السؤال الاول سير واش عمركم كميتو لا صح ما عمرش عمرك شي حلوه انت هذا صح مالك واحد يقول شي سؤال ثاني واش عمركم كليتو الحلوه شو اول لا انا كنفكر على بعدا فكرتي ما كتهزا يب لا ما عنده دابا هو فهمتي واكل بزاف فهمت اولا لا دابا انا الحلوى كليت الحلوى تايب اليوم تمشي ناكلو الحلوى فايت ما تشيس شكون ما كتحملش ولاد دابا
شي واحد ما كتحملوش داك ماشي مؤخرا كان ديال القديم قديم قديم ديجا ديالنا ديما كتحملوش دابا واحد تفرج في الفيديو دابا شي واحد ما كنحملوش راه كيتفرجوا في الفيديو انا اش كيتفرجوا في الفيديو شي واحد ما كنحملوش ما عرفتش شكون صاحب سعد صاحب سعد اه دابا انا جو صاحب سعد مليون لك شي تعبت بريس مليون تشد النيفو 40 ولا 50 50 لايك نبوستيو لكم فيديو شي ان شاء الله كنديروا شي حاجه خايبه ولا كنتمنى يكون عندكم فيديو وما تنساوش بجوج بهم عندهم قناه في يوتيوب الدراري تلقاو شي ديسكريبشن الانستغرام شوف ديسكريبشن باش فيسبوك تشوف ديسكريبشن يس سوا الانستغرام ديسكريبشن باش يوتيوب ديالو ما بغاش بعدك سي ديسكريبشن اوكي كوزي تلقاو تحت ديسكريبشن